العادين يضربوا من ستيا. هذا بيت من الليل هذا مستحال. نروح ولا استعمل كرتوش نبدا نلعب فيه. جيت تعمل جيت تعمل سامع يا اسمعني جيت تعمل طلع تعمل انا شوف الدار يا ولد انا شوف الدار يا انا مسبتك يا خويا شوف الدار يا شباب سمك ربي سمك يا حمص يا انا راني مسبتك وقلت لك يا خويا سامحونا انا غير ها كملناها شان الليل اخويا ما تعبت حتى الحال مريح شوف يا ولد مسبتك ما نش نكذبك مسبتك احنا نحاولوا الماكسيموم باش نحموكم ما نجيش الغاز في الديار بالله تحكي مع بيه العيال ما نحكي معاه يا حاج والله العظيم كلمتك في الموب الليل الكابس يعملوا لي قالوا لي تسكر فمك ولا تسكر فمك انا توا امي عليه بتهرب بيك برحمته يديك ما عليك عليه راهو كاس كبير راهو كتن عليه بتهرب بيك برحمته يديك ما عليك امك انت هذيك امن الناس هي عليه بتهرب بي عليه امك انت هذيك امن الناس الكل هي يا ليه احنا هنا احنا دورنا باش نحموك انت ونحمو محل هذاك وبرا هذاك اش نعملوا معاك بشارات في السراق هذا وشنو مش نعملوا معاك كنت خليتها ودخلك الدار والله العظيم والله يا خويا سامحونا يا خويا والله العظيم جيت من تعذر يا حاج تعالي نحن يا حاج احنا نحب ولا حاجه انا راني في داري كيفك انا قلتي نار بنت ذاك متعبين سبتوا الارض يا مهضوم في بيننا فيك والله في بيننا بيك واقسم بالله حاسين بيك والله عارفين اما خويا لازم نرجع ولا لا جرب يدخل معايا للدار وسوق لا ربي يدخل الدار وسوق والله يا ربي عليك شوف شفت دخلنا فيها هاطل الدار ايه بيدو صحيح انا نكلموا فيهم والله لا نكلموا فيهم احنا ليه حتى بالعصيه قبل ما زود والله لا فهموا يا ولادي راي احلى في حاله وزيد جاه ببلاد مهروس وزيد والله لا فهمت خاطر هو جاي بشبه على طول راهو في جاب ربي يعني مهروس بلادنا مهروس يا خويا وزيد نهرسوها هكا لان من ولادي حتى من ولادي يا حاج قول لي شكونك انت خويا وامي كنا موجودين كنا نحن فرشوا في العبيد البر ونبدي نلعب بطلوق وصع بالك معانا مرونة سامحوا يا عاود والله لا نحبوك لا مخويا كيف قلت قاس بس الدار قلت عندك الحق كيفاش تحب تعاوني هو خويا انت قاعد تصلح عندكم الحق عندكم الحق عندكم الحق ما تحلقش بالدخان انت تقلق ادي سوه طلع منين عندكم دواري سيد قاعدين قدام قاعدين بالواجي يساوي بالتخدم دار اما خويا قاعد بين عشان برشا مش فارمع الوقت يعني تتغار رمى من هنا روح كثير ما يعمل والله العظيم يرحمك حرام
ما تضربش نحن نضرب شوي نضرب سيبا نحب حتى كعب الجراج تخطط ايه الاولاد حتى كعب الجراج ما تخطط هكذا اريدهم تريبيا لا 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 نوحوا نأخر شوي حتى تيحهم هم حتى هم بيتهم يشوفونا وخرنا قاعدين يحكيوا معاهم تنسيون تيحهم تيح أحد اللي حش البيت تصرخ هذا المظاهرة هذه العمل هذه مش حاجة تبى شنو تقول نأخر شوي هاي الأولاد لا
احنا هنا تالي وهم هم يحكوا معاهم زي كيف انا مغرين فك علينا هاي هاي هذاك ايش قاعد يصير هذاك ايش قاعد يصير رزانه بيت رزانه بيت اي فكر حشتنا فيها لا مش قدموا لهم واحد لا هذو مش معهم لا هذوما لا هذوما انت منهم شيء لا لا زوما هات لهم 300 راك رجليش رجليش يا اخوي احنا هنا واقفين على السقف مش حتى مره على روح احنا هنا احنا انتوا ما كنتوا حايزين قال لك يا اخوي احنا ما عاد عاملين شيء ما عادش متكلمين هما شو يحب شو يحب ناخذ احنا لو على كفر فيه من حق على كفر من حق من حق اول شد بالغاز والحجر عندك 8 شد دارك تسكر بيهم من حقك هذه وهذه الناس كل قانون يعرفوا العالم اوكي مرقلين اوكي يرحم والديك رانا شوش احنا الحرس رانا في خدمتكم احنا مانيش غايتنا جايين نضرب في نعرف نعرف انا في قابلة راني في داري مع عيلتي كيف 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 كل احنا لنا جملة بنعاونكم بي ام جينير وقتاش ندخل انا ما تحبوا نتكلم احنا رانا السلطة التنفيذية وقتاش ندخل دخلك يصير خرق للامن العام هذا القانون يعطيك القانون يا وجه مش على الحذر انا حذر مش خرق نحر نحر يرحم والديك يرحم والديك كله سامح يا اخوي بارك الله فيكم عرض السماري